طيب خلينا نروح لحديقة الحيوان اللي شهدت إقبال كبير جدا من جانب المواطنين والأسر المصرية في أيام العيد، أطفال وشباب وبنات كلهم كانوا موجودين هناك علشان يستمتعوا بأجواء وأيام عيد الفطر المبارك. خلينا نشوف ونتعرف على مظاهر الاحتفال بالعيد في حديقة الحيوان في سياق التقرير اللي جاي. مستعدة طبعا كعادتها لاستقبال الأسر المصرية، لأن بيبقى تقريبا مقصد مهم جدا لعدد كبير من الأسر المصرية. فطبعا كانت توجيهات معالي وزير الزراعة الحقيقة أن احنا برضو نبقى بالمستوى اللائق قدام الزائرين، وفي يمكن متابعة يومية من معالي وزير الحقيقة أن احنا يعني نستكمل المجموعة الحيوانية اللي موجودة داخل الحديقة. والحمد لله تم يعني جبنا الفترة اللي فاتت دي بدعم وزارة الزراعة الحقيقة مجموعة كبيرة من الحيوانات ما كانتش موجودة عندنا، ويمكن الجديد في اسلوب التدبير ان هو بدون اي اعباء ماليه، لان احنا عملنا بدل بحيوانات زادت من عندنا وبدلنا مع حدائق عالميه، وجبنا الزراف في الفتره اللي فاتت، جبنا النمور البنغاليه، جبنا سبع البحر، دببه روسي، يعني جبنا مجموعه كبيره من حيوانات الفتره اللي فاتت. بصراحه اول مره اجي، انا من سوهاج، وأول سنة لي زيارة هنا في مصر. والله سمعت فيها تجديدات جديدة الفترة الأخيرة وقلت أجي أفسح العيال هنا. فسحة للأطفال رقم واحد، مكان حلو، هدوء، في شجر، في نفس كويس، في حاجة حلوة للأطفال. يعني بيبقى يوم جميل والله، وكل وفرجهم على الحيوانات اللي في الجنينة كلها. كل سنة وأنتم طيبين. الأول أنا جاية النهاردة عشان أنا عايزة أشوف الفيل وجاية معاهم. دي أكتر حاجة ان انا فرحانه اكتر، مش عشان اشوف الفيل، ان انا جايه معاهم. بنشوف حبايبنا واهالينا، بنعيد على اهالينا، بنخرج بنشوف جنينه الحيوانات والحاجات الجميله والناس جميله. الدنيا ربيع، كل سنه وانتم طيبين وعيد سعيد علينا وعليكم. تغيير جو وبنشوف حاجات جديده في جنينه الحيوانات، علشان هي بتبقى حلوه وباجي بحب اقعد فيها واتفرج على الحيوانات. والله انا يعني كل عيد باجي بقى افسحهم هنا، يوم جنينه الحيوانات، الفستاد، جنينه الازهر، يعني بخرج عشان خاطر اولادي دول. باجي مع بابا وماما وخالاتي وخلاني وببسط في كل حيوانات هنا. جيت مره قبل كده كنت مع خالتي برضو. اللي شددني فيها الزرع والحيوانات كتير وكده بشكلها حلو، عشان هخرج عيالي وابن اختي جاي من عند جاي من البلد وجاي يعني يتفسح. تاني مره اجي حديقه الحيوان، بس شدتني فيها يعني الحيوانات والحاجات اللي فيها.